كطريقة بديلة لعملية إفقاد الوعي أو للقتل قبل القتل أو قبل الذبح، وبرضو اتعمل عليها دراسات كتير قوي قوي الحقيقة. يعني مش هتكلم كتير على المسألة دي، يمكن دي بعض الوسائل بتاعت المعالجة. صورة مشهورة جدا بنشوفها كلنا، الصورة دي برضو في مزرعة في مصر. الصورتين اللي تحت دول كان في مصنع في عمان. هنا في ماسورة بتطلع تلج مجروش بمية اللي هي تحت اللي السهم رايح وجاي عليها دي، فتلاقي البتاع اللي هي القفص اللي فيه البوكس ده متغطي اهو كله بالتلج، والمية كمان اللي نازله بين السمك فيها تبريد يعني. فخلال ثواني تبقى طبعا، لو تلاحظ انه احنا داخلين لابسين بلاط وحاطين على رسمه بتاع اللي هو زي اللي بندخل تحت الشاور كده نحطه عشان المايه ما تقع، ومش عارف الجوانتات والجزمه فيها حاجه زي الجوانتي للجزمه، يعني معايير السلامه غير طبيعيه. طبعا برضه هنا معايير السلامه ممكن تبقى يعني مفتقده بشكل او باخر في معظم حاجاتنا يعني. لانه ده بيصدر، عمان بتطلع حوالي 200,000 طن تقريبا، بتستخدم منهم مثلا 30 40 50,000 100,000 بيصدروا الباقي. فالمصانع دي واخده 500 شهاده ايزو، وتمر على اي دوله بتتصدر لها لازم بتيجي تشوف، لانه هم بيطلعوا التونه صفراء الزعنفه، والتونه دي السمكه بتبقى وزنها مثلا 200 كيلو، فبيطلعوا التونه من انا شفتها برضو. كان عندي طالب عماني باخد دكتوراه معايا في مصايد التونه، عشان كده رحت زرت الاماكن دي. تطلع وخلال دقائق تكون في المصنع، تتقطع مش عارف ايه ومش عارف تتقلم في ليه شكله ايه ومعرفش ايه، وعلى اليابان على طول صدروا لليابان. فالمعايير دي ما اتطبقتش هيوقفوهم الصبح. احنا عندنا مشكله، احنا عندنا مشكله ان الاحباط عندنا طينيه، اما انت بتتكلم عن احباط خرسانيه. لا انت السمك ده جاي من المصايد، لكن المصايد. طيب ما المزرعه عندنا احباط طينيه. المزرعه اللي انا وريتها لك من شويه دي مزرعه طينيه في الاكوادور، مزرعه طينيه. والمزرعه اللي في ماليزيا، الصوره اللي بتاعت ماليزيا دي مزرعه طينيه. ايوه احواض باينه. احواض طينيه. اوريها لك تاني لو تحب. ده احواض طيني. بس التقنيات التقنيات عاليه يا دكتور. ولا تقنيات ولا حاجه. الجماعه بتوع ماليزيا جايبين الحوض وجايبين مخدر وبيحط البرميل زي ما احنا بنحطه وبيشيله بالجرار بالبتاع بالونش. هي الفكره هناك هو زي ما حدكم تفضل ما بيصفيش الميه للاخر. بيخلي عمود الميه عالي شويه. وبيمشي يعني شفتهم في الاكوادور جايب شبكه بعرض الحوض وثلاث اربع صيادين او اكثر او اقل بيمشي في الحوض ويمشي، فبياخد كميه من السمك في النهايه بتتجمع بيلمها. فهنا بيبقى الاجهاد على السمك قليل. ليه؟ لان يعني انت جمعت السمك 4 طن هنا في شويه ميه، ما فيش ميه هناك اقل شويه. ويبدا ينفع في العينه البريه، انما في البلطي صعب. لا 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 لا، التاني بلطي صعب حاليا بالوقت حاليا. او احيانا هقول لك بص، في 100 وسيله، وانا كنت اتكلمت مع احد الاصدقاء احيانا يعني هو البتاع الخبو اللي بيصطاد منه ده، لو انت جبت ميه نظيفه من الماسوره وبدات تنزل الميه دي في الخبو ده، السمك هيتجمع عند الماسوره دي، وما انتش محتاج بقى تعمل المورد اللي عملته ده وتخلي ما فيش ميه اصلا كلها طينه وظبط. وبعدين السمك اللي بيفضل في الطين بعد ما بتجمع اول قطفه دي ترجع عشان تلمه، السمك بيبقى بقى له ساعه في الطين وحاله ماساويه. العمال واخدوه عوده. لا ده بيبقى كتير. لا ده بيبقى كميه كبيره. هو اول مره دي بيوصل له مثلا 80%، بيفضل على الاقل 20% بيرجع جوله ثانيه. لا ف يعني اقصد في اكتر من وسيله ممكن تتعمل. انا ما اعرفش زي يعني انتوا كمسؤولين كفنيين، يا اخي نجرب مره. انا مسؤول عن مزرعه في برسيق ولا مش عارف فين ولا هنا ولا هنا، طب ما احوض من الاحواض اجرب كده. بالطريقه دي بنصطاد كده يا دكتور في في في, في الاهالي بره في الصيف الحار بنصطاد بالطريقه دي. يبقى جميل. يبقى احنا هنا يبقى انا بقول ده كلام. يبقى يا ريت. هو في اخر رساله هقولها، في اخر صفحه رساله هتبقى بتلخص كل اللي انا بقوله ده. وبالتالي فعندنا يعني التبريد، والتبريد السريع اللي هو زي ما قلت الشيلنج السريع زي الصوره اللي تحت خالص دي.
او زي ما قلت المكنه يحط الفيليه يتعدى الناحيه الثانيه ومتجمد خلال 3 4 ثواني يعني. لكن عندنا طبعا الامور ربما تكون يعني مختلفه شويه. من ضمن المعالجه المستخدمه ان احنا بنعمل فيليه، احنا خلاص خلصنا التداول وبنعمل بقى البروسيسنج المعالجه. فيا اما نبيع السمك طازه زي ما هو بس نحط عليه تلج نبرده، او نعمل له شيلنج هو سليم، او ممكن نقطعه ونشيل البطن، او نشيل البطن والدماغ، او نعمله فيليه بجلده، او نشيل الجلد ونعمله فيليه. يعني في اكتر من 3 4 وسائل اللي تحت دول مستخدمين بشكل ما في العالم كله. ممكن دي صور اللي فوق دي صوره فيليه عادي زي ما احنا عارفين. اللي على اليمين دي بالمناسبه انا اللي عاملها، اللي في علاقه الطماطم والخيار دي انا اللي عاملها. اللي تحت دي حد كان كنت في الهند في المؤتمر الواز اللي كان السنه اللي فاتت في يوليا، فكنا اتعزمنا في فندق عزمونا يعني، فجابوا لنا سمك بلطي، فالراجل كان بيعمله طازه لنا ونعمل فرطه مصورها على طول يعني. واللي على اليمين دي من على الشمال دي من النت يعني، من موقع اسمه شاترستوك، بس شاري الصور لان يعني حطيتها في الكتاب فلازم اشتريها لانها حقوق الملكيه الفكريه. ودي حاجه تانية ان احنا دايما بناخد الصور وحط يا جدع من غير ما نشير الى اي حاجه في اي حاجه يعني. ما هو ساب الزعنفه الصغيره دي ما هو انا شايفني محترف يعني، ده كويس اني عرفت اعملها. ده هي جت كده يعني ماشي. طيب بنيجي برضو من الحاجات المستخدمه، يبقى التبريد والفيليه وبعد كده التجفيف، وسيله من وسائل المعالجه مستخدمه. ودي في له اكتر من طريقه زي ما مكتوب كده، يا اما بالشمس يا اما بالحاجه اسمها السولار دراي. نعمل حاجه زي حواليك صور لها دلوقتي، او في الهواء، لا هواء مسخن، او مضخات حراريه، او الميكروويف، او الضغط الاسبوعي. دخلك التدخين. نعم دخلك التدخين. والتدخين تدخين طبعا، ما هو الحراري ده تدخين في الغالب بيبقى يعني. حواليك صوره له. هاي يعني دي الشمس اللي فوق ده بيحطوه في الشمس ويسيبه يجف. ودي في افريقيا مشهوره جدا لانه هو طبعا ما عندوش وسائل ودرجه حراره عاليه جدا، فيحطه في الصيف. بس طبعا لازم بقى تحط على رف معين، ارتفاع معين، ما تحطش على الارض. لازم معايير السلامه تكون موجوده طبعا، في الغالب هي مفتقده في الاماكن دي، الدبان والبتاع والمسائل. الصوره اللي تحت دي اللي تحتيها مباشره الحياه انا اللي مصورها في بلد اسمها ملاوي. ملاوي في افريقيا. افريقيا على بحيره ملاوي كانوا صيدين، كنا برضو في مؤتمر هناك والناس كانوا جايين يبيعوا السمك لنا يعني، كفاكرين احنا هنشتري يعني. فصورت ده سمك مجفف على الحراره زي التدخين يعني. يعني بيجيب خشب كده وعامل زي فرن كده وحطه فيه زي الرنجه. بس انا ما جربتوش، ما اعرفش اذا كان هو حاطط عليه ملح وبتاعه مدخن بالملح وكده ولا مدخن بس. بس هو كان مدخن. اللي جنبه ده زي الافران التجفيف العاديه بتاعتنا اللي في المعامل بتاعت المعامل البحثيه. في فرن فيه هواء جوه، في كونفكشن اير، هواء سخن، فبيطرد الايه، بيعمل مروحه فبتطرد البخار الميه الساخن ويدخل بخار ميه فيجفف. فدي بيسموها الهيت بامب دراير. اللي جنبها دي اللي هي المجفف في النفق الشمسي، حاجه زي الصوبه والحراره الشمس بتبقى طبعا بتدخل فبتسخن جدا البتاع. وبرده في مروحه او حاجه شفاط كده يرمي والهواء اللي يدخل يبقى تاني يعني بارد شويه وتستمر العمليه. الضغط الاوزموزي طريقه معروفه جدا، زي عارفين انتوا عمليه المحلول ينتقل من الاقل تركيزا للاعلى تركيزا. وممكن نعملها بطريقه ظريفه جدا في البيت عندكم على الاقل، في الولاد عندك كده تعرفهم يعني. جيب حبايه بطاطس واقطعها نصين، وفي الحته اللي فيها القطع دي بمعلقه افحر حفره فيها كده يعني غويطه شويه، وحط فشله ملح او شويه سكر وسيبها 3 4 5 10 دقائق، هتلاقي الحفره دي اتملت ميه. تجربه بسيطه خالص اهي، لانه لما حطيت سكر او ملح فتركيز الايونات زاد فيها في الحفره دي، فعايز يخف فتدخل الميه
من بقيه الحبات البطاطس او اي حاجه، بس البطاطس على صينيه بتتماسك البطاطا الفروت سلطه لما بنعمله بتلاقي شويه سكر وهو بيبقى في الاخر بتلاقي بالظبط كده طلعت منه. وبالتالي فدي دي طريقه الضغط الاسموزي، فبتتعمل اللي يحط حاجز اسموزي ويحط فيه ملح او سكر او حاجه والسمك موجود جنبه فالميه تتنقل منه زي اللي هي الفريز دراينج او التجفيف بالتبريد يعني. طيب سلسله القيمه انا اتكلمت عنها كتعريف، ولكن هي معلش الكتابه طبعا عشان يكون صعب ان انا احطها في سلايد، لكن هي موجوده في الدراسه. سلسله القيمه بالنسبه لنا بقى الاتوبيس التاكسي اللي انا حكيت عنه دي، هي في السمك بقى عباره عن ايه؟ سلسله القيمه اولها المزارع، يبقى عشان نعرف نوصل للتسويق في الاخر المزارع هو الاول اول واحد لان هو اللي هيحصد مش كده؟ ففي المزارع طبعا مش شايف كويس، هي دي بالانجليزي معلش، عندي الفيش بروديوسرز ما يسمى بالفارمنج انبوت اللي هي العلف والسماد والزريعه والانفستمنت او اللي هي النفقات والعماله والبنزين وكل ما له علاقه بالمدخلات بتاعه المزرعه، وبعدين الهارفست والهاندلنج دي حاجه من سلسله القيمه لازم نهتم بيها. عندنا في مصر اول بروديوسرز سولد معظمهم بيبيعوا في مصر يا سمك يا اما طازه يا اما حي، وفي الغالب بيبقى مش الحي قليل قوي، لكن الطازه بيتباع على طول جري على البورصه او على الراجل اللي احنا متفقين معاه اللي هو العميل هيشتري وعلى العربيه وجري على المنيا ولا على هنا، فمعظمهم بيتباع طازه. ما عندناش في ليتل بروسيسنج، يعني بروسيسنج ما عملناش حاجه اسمها القيمه المضافه، هتكلم عنها دلوقتي حالا ان شاء الله. يعني كان حاجه خاصه بالوظائف اللي في سلسله القيمه دي، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. بنيجي بعد كده للتجار، ما هو ده جزء مهم جدا في سلسله القيمه بتاعتنا. فالتجار عندنا اللي هم they keep the fish for short time، يخلي التاجر بيخليه عنده يوم اتنين بالكتير لانه هيبوظ، لانه بيبيعه طازه زي ما قلت، وفي الغالب معايير السلامه والجوده بتبقى مفتقده، وبالتالي يقول لك عندنا سلسله القيمه بسيطه وسيمبل، وقصدي وشورت قصيره، يعني من المزارع للي بيبيع ليا، هم ثلاث اربع حلقات. طيب وبالتالي ما عندناش بالنسبه للتصدير للمنتج، ما عندناش تصدير، محدود جدا شويه كده بنصدرهم للخليج وكان الله بالسر عليه. بنيجي بعد كده للمزارعين بتوع الريتيلرز او التجار القطاع يعني، او يسمونه تجار لا الجمله اللي فوق تجار الاجزاء. بعضهم بيبقى له محلات بيبيع فيها برخص بكذا، ولكن الغالبيه بيبيع في الشارع، وبرده ده معايير السلامه عنده بتبقى يعني مش في دماغه قوي، ما فيهاش كلام كتير يتقال. اخر حاجه الكونسيومرز اللي هم احنا المزارع ده بيبيع لمين؟ لاوتيل ومطعم كبير ولا للحاجه ام محمد اللي هي في بلدنا ولا لمين؟ لو هيبيع لاوتيل يبقى لازم هيبقى المزارع هينتج سمكه كبيره صح؟ ولها مواصفات معينه. لو هيبيع للحاجة أم محمد ممكن يبقى أمي كانت زمان تشتري لنا تقول لك أنا عايز أكل العيال، تجيب 2 كيلو سمك، سمك صغير يقوم يعمل إيه؟ يفرد كتير فالعيال تتبسط. ما عادش ده موجود دلوقتي. احنا عايزين بقى الفيليه الكبير والبتاع، فهنا الكونسيومر مين بتاعك؟ مهم جدا في سلسلة القيمة بتاعتنا. فريستورانت أو سوبر ماركت، سوبر ماركت طب سوبر ماركت هبيعه طازة ولا مجمد؟ مجمد يبقى له مواصفات معينة، في الغالب يفضل ما أنضف بطني. احنا في الغالب لو جمد ده معرفش بيتجمد ازاي هنا وبيتباع في السوق، بس غالبا بتشال يعني برضه منه. وبالتالي فدي سلسلة القيمة للمنتج السمكي عندنا. طبعا لو التفاصيل بتاعت كل حلقة من دول ممكن نتكلم فيها فترة طويلة، بس مش هن ايه مش هنضيع وقت فيها يعني كتير.
ده كان بالنسبة للجزء الأولاني من الحديث اللي هي الحصاد والتداول والبروسيسنج أو المعالجة. أظن أنه موضوع يعني شوية مهم وشوية مفيش اهتمام به، رغم أنه مهم مفيش اهتمام به، وبالتالي يمكن دي بتبقى جرس إنذار نفكر فيها كمسؤولين عن كل واحد في الحتة المسؤول عنها في هذا القطاع، ربما نفكر في المسائل دي بعد كده. التجارة بقى والتسويق، عارفين كلنا طبعا البلطي هو تاني أهم مجموعة مستزرعة في العالم، بالتأكيد عارفين كلنا المعلومة دي بعد المبلوك، مش كده؟ حد عنده المعلومة دي غايبة؟ في مصر العكس تجريب، لا على المستوى، لا على المستوى العالمي انا كاتبه تعد البلطي تاني مش عارف على في العالم. أيوة. بعد المبلوك في البارك الاول في مصر الاول طبعا بالتأكيد. طبعا انتاج العالم حوالي 6 مليون طن في 2017 بقيمتها 11 مليار دولار، يعني صناعة ضخمة جدا، 11 مليار دولار يعني ميزانية دولة، يعني أكثر من 120 دولة بيربوا بلطي، حتى بعض البلاد اللي البلطي أصلا مش موجود فيها، بلاد في أوروبا، بلاد في أوروبا اللي عندها برودة غير طبيعية بيربوه تحت ظروف تدفئة وكذا وكذا، وأنا شفت مزارع في أكثر من دولة من الدول دي. الأرقام دي المصدر بتاعها، المصدر منظمة التغذية والزراعة، على فكرة ده موقع يا ريت ممكن أدي لكم فيه كمية بيانات، أنا ممكن أديكم جزء من المحاضرة دي عليه، كمية بيانات على الغذاء والزراعة في العالم هتخبل، السماد، المبيدات، التمر، أي محصول ممكن تتخيله في دماغك، السمك، كمية الإنتاج والدول المنتجة وأهم مش عارف إيه وأهم الأنواع والفلوس وحاجة كده تدخل فيه، موجودة موجودة الحاجات دي، موجودة موجودة ومجانا فري، بس تدخل عليها إزاي ودي المشكلة. يعني اللينك بتاعها أنا خلينا نخلص كده ولو في وقت، لأنها كل البيانات دي نجيبها منها، زائد الهيئة طبعا جزء من الهيئة، بس دي المعلومات العامة دي من الهيئة، من حاجات كتير قوي. البلط النيلي طبعا هو الأهم، رغم اننا فيه كده دلوقتي شويه موضه كده على البلط الاحمر، ما اعرفش ليه، شايف انا مزارعين كتير في مصر بداوا يتكلموا على البلط الاحمر وعايزين زراعه بلط احمر واهتمام، رغم انه في العالم بيعملوا العكس دلوقتي، بيعملوا تحسين لسلالات البلط النيلي ويشتغلوا عليه لان هو الافضل. انا في مصر ما اعرفش حد يقول لي ما ليه بدات دلوقتي كده في موجه كده من الامواج عن البلط الاحمر. هو هي قصه دكتور، بس في البلط الاحمر اللي هم بيسوا الدوله بتسعى ليه، خوف من موضوع نقطه الميه اللي ممكن ترتفع نسبه الملوحه، يعني البلط النيلي بتاعنا بيتحمل ملوحه زي البلط الاحمر، فيه طبعا بيتحمل لغايه ملوحه عاليه، بس البلط النيلي بيتحمل لحد 16 ايه؟ البلط النيلي بتربيه لحد 25 مفيش اي مشكله، بس هتقل النمو شويه، لكن لحد 15 ما معظم مزارعنا في كفر الشيخ وفي بعض المناطق بتوصل في 10 عندي، فانت لغايه 15 مفيش اي مشكله عندك، معدل التحديد بتاع الاداء بتاعه بيقل شويه انا معاك، بس انت بتتكلم على مشكله جديده، انت بتتكلم على هي صناعه مهمه وان المزارع بيدور ان هو عاوز يطلع من 8 شهور. المستهلك هنا اللي بقى لو بدات تعمل زي ما هنيجي بعد شويه حته البروسيسنج بقى، لان المستهلك المصري ما بيحبش البلط الاحمر ماشي، هو دخل عندنا في الثمانينات هو ما نزلش السوق، ما هو ما نزلش، لا هو لما نزلوه في الثمانينات هو نزل ايام فشاوي البرديسي لما جابوه من تايلاند في الثمانينات، انا كنت موجود معاهم يعني، فبداوا ينزلوه من ناس ما قبلتش عليه اللي هو ولا جمبري المياه العذبه الماكرو براكت، ها لابد ان الشعب يكون عنده ثقافه او تعمل له بروسيسنج، ما هي القضيه انت عملت في ايه ولا مش عارف اصبعيات ايه ولا ايه، الدنيا ممكن تتظبط يعني. حضرتك بس يا دكتور يعني افضل مثال، انت عارف حضرتك اصلا شان انجل فيش؟
سمكة البس احنا بنستوردها من بره في دي شغاله حلو. هو بدا ينزلها معلش اقبال المصري يعني في مصر هنا الباسه معلش وناس بتهاجمه مع العلم ان احنا لما بنستوردها بتبقى حلوه لان بتستوردها سمك فيليه حلو بتاع هو بيشوفها سمكه كامله الا لو عمل فيليه في عمل مصنع فيليه في مصنع فيليه موجود هنا في مصر فيليه لا فيليه الباسه ولا الباسه شغال فيليه مش فاكر الاسم غير هروح للاسم ولا لا على اي الاحوال فعندنا طبعا اسيا وافريقيا هم المنتجين الاكبر وامريكا الجنوبيه دول بيطلعوا يعني قريب من 100% يعني العدد يمكن ده طيب امال دي المحاضره اللي هي اتصورت دلوقتي ايوه ايه ده بسم الله ما شاء الله بص كده ممكن امكانيات لا يعني بس لا يعني مجرد اشوف ده شالوا كمان الالوان اهي بسم الله ما شاء الله نبع لحضرتك يعني للذكرى يعني ماشي ماشي يعني هي لو مش موجوده خلاص لا هي معايا عادي يعني طيب نبقى نبص عليها بعدين لو تتكرموا يمكن ده شكل انتاج البلطي العالمي من المزارع ومن المصايد في خلال طبعا هو الموقع بتاع الفودة بالمناسبة فيه الانتاج تتخيلوا من سنة كام من سنة 50 يعني لو عايز تعرف انتاج البلطي في اي دوله في العالم من سنه 50 هتلاقيها فعشان كده انا جبت دول على اساس انه ايه قبل سنه 90 كان انتاج البلط في العالم محدود من السبعينات لحد التسعينات وقبل كده كان اقل فهنا هتلاحظ انه ايه من سنه 90 لقبل 95 بشويه كان الانتاج محدود وكان انتاج المصايد اكتر انتاج المصايد ثبت العالمي من البلطي عند حوالي من 400 ل 500 الف طن في العالم كله في حين عند 95 بدات طفره في البلطي النيلي زادت في بدايه الالفيه الى ان وصل للرقم اللي انا بحكي عليه اللي هو ما يقرب من 6 مليون طن في حين انتاج المصايد بالبحيرات بقى والانهار وبتاع تقريبا ثابت ده له دلاله انه فعلا انتاج المزارع هو اللي هيفضل سائد لفتره طويله قادمه عشان كده يقول سمكه البلطي يقول لك ذا فيش اوف ذس سنتشري سمكه هذا القرن احيانا يسموها ذا فيش اوف ذا بور سمكه الغلابه او ذا فيش اوف ذا بابليك سمكه الشعبيه السمكه الشعبيه يعني دجاجه العالم السادس في لاس بالماس في انا بدرس في جامعه في اسبانيا بقى لي 20 سنه كل سنتين بروح ماجستير بدرس هناك ففي مكان ما لاس بالماس بيعملوا الدينيس والدينيس على وجهه الاثنين من غير اي هرمون مجرد تتحكم في الحراره والضوء يفرخوا طول السنه من غير هرمون تكنيك ما بقاش صعب والميجر اللي هي اللوت بيفرخوه دلوقتي فكله بقى سهل جدا طب البوري يا دكتور البوري ما بي هو مش عندهم سمكه اقتصاديه وبالتالي مش ما بيشتغلوش على اللود يا دكتور اللي معروف ان هم عارفين يفرقوا ولا عارفين يقولوا على انا يعني دي كلها دي قضايا تتحل لكن انا بتكلم على حته الليل البحر يعني هم لو قالوا على يا دكتور مش عارف يعني ما عنديش فكره ما اشتغلتش عليها تفريغه برضه مش عارفين لا فرخوه اتفرخ في بره اتفرخ والحلقه كلها اكتملت يعني من الزيرو لحد الماركت من البيضه لغايه السوق اتعمل فبالتالي فما بقتش مشكله لكن هو القضيه ايه؟ القضيه بالنسبه للدينيس واسماك البحر في مصر عندنا شويه مشاكل حلهم صعب نمره واحد الاماكن اللي هتزرع فيها تزرع فين؟ بحر السواحل عندنا الاثنين محتلين دلوقتي بمعنى يعني محتلين القرى السياحيه القرى السياحيه موجوده الساحل الشمالي عندنا كله من الاسكندريه لحد مرسى مطروح كل قريه سياحيه جنبها قريه ما فيش مكان واذا جت السياحه والسمك السياحه تكسب لان هي عايده اسرع ماشي زائد جوانب امنيه وكذا البحر الاحمر نفس الكلام
فما عندكش ميه تزرع فيها سمك بحر. دي نمره واحد. نمره اتنين، التكنولوجي والتكاليف بتاعته عاليه جدا، فتكلفه انتاجه عاليه. في حين النهارده بقى في اوروبا، اصل انا رحت اوروبا، انا رحت اسبانيا حوالي 22 مره. انا اسباني. اسباني. انت اسباني؟ مصري يعني. يعني فحتى لدرجه انه بعض قالوا لي انت بتروح اسبانيا عشان تكون متجوز هناك ولا حاجه وبتاع، وعمل فردينا بيني وبين مراتي يعني. المهم، فكنت دايما لما انزل اروح سوق السمك غية كده. انا معايا صوره بس مش فاكر، ممكن اطلعها، على القاروص في سوق برشلونه. لقيت القاروص السمكه كانت ب3.5 يورو الكيلو. 3.5 يورو يعني كام جنيه؟ انت كرم حضرتك دلوقتي 3 في 22، 3 في 20 ب 60 جنيه. طيب انت هتنتجه بكام ان شاء الله؟ 60 جنيه ثمن ولا ده تخسر القاروص؟ تخسر. ليه بقى هناك بيخسروا؟ ليه بقى؟ تركيا واليونان دخلوا السوق بكثافه غير طبيعيه، فبقى انتاج تركيا واليونان انتاج مهول، فغطى السوق الاوروبي، فضرب الصناعه هناك. فبيقولوا لي احنا مش عارفين نبيع السمك بتاعنا، بيجي لنا من تركيا رخيص جدا، لانه عندهم النو هاو بقى سهل، والماس برودكشن عالي جدا، فتكلفة انتاجه في اليونان وتركيا اقل من اوروبا، فبقى مش لاقي السوق. انت تكلفه انتاجه هنا اعلى من اوروبا 3 مرات. يعني انت بتتكلم هناك في سوق برشلونه ب60 جنيه، يبقى بينتجوا بكام؟ ب40 بس. انت هتنتجوا هنا بكام؟ ده لو كان كيلو ونص علف، كيلو العلف بالنسبه للسمك البحر بحوالي حاجه 30 جنيه. 18 جنيه كيلو دلوقتي، الطن عامل 18,000. سمك 40%. لا انت بتتكلم عن البحر. بتتكلم عن ايه؟ طن العلف؟ طن العلف اكوى 40% ب 18,000. بس؟ انا لسه سامع محمد. طب ما انا اللي عامل العلف اكوى. هو اللي بيعمل العلف. ما انا اللي عامل التركيب. على محمد. لا اكتر من كده بالتاكيد. لا لا. هو قايل لي 18,000. جايز كام في المية؟ 40% بروتين. بس. 45% عامل. ده 40. حلو قوي. فلو السمكه كانت لو هو 1.5، انت بتتكلم في 30,000 جنيه في الطن بس تكلفه العلف. حط له بقى فهيخسر. عشان كده بقول لك هتعمله للسوق المحلي. هل السوق المحلي المصري جاهز للسمك البحر؟ لا. كم مصر، كم مطعم ولا كم فندق ولا بتاع؟ عشان كده دايما اقول لهم شوف الحاجه اللي هتعمل قيمه مضافه ليك. بقيت محاضرتنا هتكلم في الحته دي، ازاي اعمل قيمه مضافه. انا ممكن اعمل دورتين بوري ماشي، او دوره ونص، او دورتين بلطي، هيدوني نفس ثمن السمك البحر. اطلع دوره بولتي، دوره بوري كمان هيدين الدوره بتاعه راس المال. ده انا قلته من شويه. فيعني موضوع البحر ده، بس طبعا في ناس ضد الكلام ده، بيقول لك مهم جدا. تنيس بتونس وتركيا ب 40 جنيه كيلو تنيس. طيب انا في مصر ب 125. طيب يبقى انت عايز تزوده بقى، يبقى هتعمل ايه؟ 90 جنيه. ما ايوه، ما عشان كده بقول لك مستقبله مش في مشكله، الا لو المنتج المستهلك المصري اصبحت لديه القوه الشرائيه انه يشتريه. هنا تزرعه براحتك بقى، يبقى سعره ينزل، وانا الحاجه ام محمد بتاعتنا برضو اقدر ابيع لها دينيس وقاروص. لكن لغايه دلوقتي لا، مش هتعمل تكلفته عاليه. فالمهم نكمل بقى في شغلنا. زي ما قلت بالنسبه للبولتي في عندي سوقين، السوق المحلي والسوق الايه؟ الجلوبال او السوق الدولي. تقريبا 95% من البولتي في العالم بيستهلك في بلده. وهم الثلاث قارات، اسيا هي الاول، افريقيا الثاني، وبعدين بعديها امريكا الجنوبيه. والامريكا الشماليه طبعا انتاجها محدود وبتستوي. فاذا ليه بقى هو معظمه انتاج محلي او بيتباع محلي؟ ليه؟ للحاجه اللي قلناها، سعره بسيط مش كده؟ مقارنه بالدنيس والقاروص والبتاع. بقت سمكه شعبيه، بقت سمكه لها سمعه طيبه، رغم انه في حاجه جايه هتقول عكس اللي انا بقوله ده. المحتوى الغذائي لها ليس سيئا. منخفض السعر من قبل المجتمعات المتوسطه والفقيره. مش زي ما قلت من شويه السمكه الشعبيه، احنا قلنا السمكه الشعبيه. سمكه الغلابه. كانت مره رئيسه الفلبين كانت اسمها كوريزون مش عارف ايه كده. فكانت كاتبه في كاتبين كانت في زياره وكتبت كده فيش فور ذا بور على البولتي، وهي بتحط زريعه في حوض، يعني كنوع من الدعايه للبولتي. وبالتالي فده اصبح هنا اهميته، اللي بيستهلك محلي لانه مقارنه بالاسماك البحريه وغيره هو
افضل سعر يعني. امكانيات التسويق عاليه جدا محليا ودوليا للاسباب اللي موجوده دي، انه عندنا البلطي والسمك الاسماك في العالم الثالث عموما استهلاكها عالي غير المجتمعات الغربيه. بالمناسبه المجتمعات الغربيه استهلاك السمك فيها مش كتير، يعني انا عارف امريكا كان استهلاك السمك نادر جدا في الثمانينات والسبعينات، ما يحبوش السمك، يحبوا اللحمه الحمراء. الفكره ده اتغير، هوريكم حاجه بعد شويه صغيرين هتقول هتاكد اللي انا قلته. فاصبح هنا زياده الاستهلاك الاستدامه، البلطي بتزرع تحت اي ظروف وبتاع وانتج براحتك والدنيا زي الفل، فاصبح هنا انه موجود على طول غير الاسماك الموسميه. الدنيس موجود في حصوده مش عارف في الوقت الفلاني عشان بتزرع في موسم معين وهكذا. اصبح عندنا النهارده تغيير ادراك الناس ناحيه الغذاء الصحي، اصبحنا شويه بنهتم بالكواليتي. زائد عندنا النهارده بقت الست العامله زي ما هنشوف بعد شويه مش فاضيه بقى تعمل وتسوي، ده هي عايزه تيجي تشتري كيلو سمك والراجل اللي بيشوي في البتاع يشوي يا عم، ولا اشتري فيليه من السوبر ماركت وحطه في الفرن دقيقتين في الميكروويف وخلص. فكل دي ثقافات اتغيرت فزودت امكانيه تسويق البلطي وغيره على فكره، بس البلطي اللي احنا معنيين بيه على اساس انه في مصر هو السمكه الاكثر انتشارا يعني. زائد الشهره العالميه زي ما قلت النهارده البلطي بتزرع في 120 دوله. أخدين بال حضراتكم وزي ما قلت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، زي ما ضربت مثل بالستات العاملات والمستوى الاجتماعي، النهاردة تقريبا معظم الطبقة المتوسطة بتاكل بلطي مرة أو مرتين في الأسبوع، يمكن كان زمان يعني من الأمر مختلف. فكل دي بتدينا ليه هو محليا يعني كويت هاي الماركتين بتاعه يعني. يمكن هي الجدول ده معلش مش باين قوي لكن هو معاكم الصوره. الحقيقه الجدول ده انا حاطه برده في الكتاب، وده يعني كانت فكره ظريفه الحقيقه. الحوالي 20 دوله دول اهم الدول المنتجه للبلطي في العالم، بالذات في امريكا في افريقيا واسيا، دول المنتجين الكبار. ومدينا انتاج كل واحده سنه 2017 الكلام ده، وبيصدروا منه قد ايه وبيستهلكوا قد ايه، وبالتالي نسبة الاستهلاك الـ percent of total production يعني هو بيستهلك قد ايه من انتاجه. فلو بصينا للخانة الأخيرة اللي بالأصفر دي هتجد انه نسبة الاستهلاك من الانتاج في معظم الأحيان تتعدى 90%، ماشي؟ بل انه بعضه 100%. ده يدينا دلالة ايه؟ افريقيا يا دكتور أكبر دولة منتجة فيها ايه؟ مصر طبعاً بالتأكيد. مصر والفرق طبعاً يعني مصر بتطلع 2017 هي 940,000، دلوقتي قربت على المليون او عدت المليون ربما. اللي بعدينا مباشره في افريقيا اوغندا بتطلع 73,000 لو لم تخن الذاكره يعني، 73,000 74,600 الارقام دي السنه دي 2017 لانه الفاو بيطلع احصائيات السنتين اللي قبله، يعني هو خلاص 2018 هتطلع، لكن لغايه دلوقتي لو دخلنا على الفاو هيبقى دي احصاءات 2017. فده يدي لك انطباع على انه فعلا السمك بيستهلك محليا بنسب عاليه جدا. طيب نيجي بقى للاسواق الاسواق العالميه. طبعا التفاصيل انا كنت كاتب بالتفصيل بقى عن اسيا بيعملوا ايه، وفي افريقيا وفي امريكا الجنوبيه ونسب التسويق وبتسوق فين وبالاسعار والبتاع. التفاصيل دي ربما ما تكونش يعني مهمه قوي دلوقتي، لكن هي موجوده في فصل كامل زي ما قلت في الكتاب النسخه الجديده بتاعته. الاسواق العالميه هنلاحظ ان التجاره العالميه للبلطي ازدهرت بشكل مخيف في ال 20 سنه اللي فاتوا.